السلام عليكم التلاميذ والتلميذات، الاباء والامهات، متابعينا الكرام سواء على اليوتيوب او الصفحه ديالنا على الفيسبوك. مرحبا بكم في هذا لا فيديو، نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. في هذا لا فيديو غنجاوبوا على السؤال اللي كنت وصل به، واللي هو واش غدا غادي يكون اضراب وطني ديال الاساتذه ديال التعاقد او لا. لا، جبت لكم خبر رسمي الاخوان من الادمين ديال مجموعه ديال التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، مجموعه اللي فيها اكثر من 450,000 استاذ، لانه الحدود الساعه مازال ما خرجش البيان ديال التنسيقيه الوطنيه، لان الاشغال ديال المجلس باقا مستمره الان ومازال ما خرجش البيان باش نعرفوا شنو فيه ولكن شنو كاين وشنو غادي يكون غدا. فالسي ربيع اللي هو الادمين ديال المجموعه تيقول بانه لعموم الاساتذه والاستاذات في انتظار يعني انتهاء اشغال يعني هذا المجلس الوطني واصدار بلاغ يعني يحدد طبيعه الطاعات مع عامل في الاساتذه الموقوفين على المستوى الوطني. التنسيقيه الوطنيه تدعو جميع الاساتذه الى تعليق الاضراب مؤقتا يوم غد السبت 25 فبراير 2023، يعني انه غدا غادي تكون الدراسه والاساتذه كاملين غادي يعلقوا الاضراب، يعني غادي يوقفوا الاضراب وغادي يرجعوا للاقسام ديالهم يقريو غدا. علاش هذا كيتسمى تكسير الاضراب؟ لانه الى يعني فتي يعني او لا عفوا دخلتي في الاسبوع الثالث ديال الاضراب، ان تقدر انك تتعرض للمسطره ديال العزل، لانه توقفتي اكثر من ثلاثه ديال الاسابيع، هادشي يقدر يجيك يعني العزل. عليك الاضراب مؤقت فقط، يعني الاسبوع الجاي غادي يكونوا عاوتاني الاضرابات. هادشي باش غنعرفوه غنشوفوا البيان ديال التنسيقيه ملي غيخرج. درت فيديو حيت ممكن ان البيان يتعطل ثلاثه ديال الليل ولا جوج ديال الليل، داكشي علاش قلت ندير لكم فيديو دابا باش نعلمكم بانه غدا راه ما كاينش الاضراب وغدا جميع الاساتذه غادي يكريو في المغرب يعني وطنيا. الخو هذا الشيء كاين في هذا لا فيديو، اي جديد غنبارطاجيو معكم. ما تنساوش لايك كومونتير تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. هذا الشيء اللي كاين، وتبارك الله عليكم، نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.